شريف، قول لي اخبارك ايه على السوشيال ميديا؟ لو حد هاجمك او انتقدك، انت من الناس اللي بترد عليهم ولا لا؟ لا خالص، بالعكس. انا كنت دايما، انا قلت لك انا موقفي حساس شويه من جماهير الاسماعيلي والزمالك. اسماعيلي والزمالك لو شريف عبد الفضيل بيتكلم هتلاقي نقد كتير لازع جدا. تمام، لكن انا بحترم الناديين جدا وجمهورهم طبعا بشكل كبير، ولكن بيجي لي نقد كتير جدا وما بتردش. لا ما اقدرش. خد بالك انت معاك حد بيرد دايما ردود على السوشيال ميديا. بص انا قلت لك في بدايه كلامي معاكي ان احنا انا عندنا جلد لعيبه النادي الاهلي، لو ما عندكش قوه التحمل وان انت يبقى قوي وتستحمل الضغوطات مش هتقدر تبقى موجود في مكانك. انت بتختار انك ما بتردش. لا طبعا. طب انت عامله مشاكل ليه يا رنا؟ انا مش عامله مشاكل. بصي انا بحترم قوي اي حد. فاكره حته انا ابني مش خاطفاه؟ هو ده دي بس. ما تجيش ناحيه بيتي وابني وحياتي الشخصيه وتقحم نفسك وتبدا تتكلم في حاجات ما ينفعش انك تتكلم فيها. مش دايما هعرف اسكت. حياتي الشخصيه وبيتي خط احمر. خط احمر تماما. ممنوع انك تتكلم على ابني. او انا ابني ما شاء الله عليه حلو شويتين. ماما انا حلوه برضو يعني. ما شاء انا مش الله. بس هو كل شوف يقول هو طالع ملون لمين؟ طب على فكره انت واخواتك مش حلوين، هو طالع حلو. فما يعني حتى الكلام التعليقات سخيفه. ده في تجاوز. لا في تجاوز. يعني انا لو لا انا طبعا في الوقت الكلام من هذا النوع لا مش هسكت. يستحيل. ما بسكتش بقى. عند حياتك الشخصيه وفي تجاوزات بترق وابني لا وترفع دعوه. هبل على البني ادم اللي بيتكلم. ترفع دعوه على البني ادم ده. والله انا ما وصلتش لمرحله الدعوه، بس انا برتاح نفسيا لما بحس اني على الاقل رديت. ده في حاجات ما ينفعش اسكت وما اردش فيها بصراحه. بطلع بقى من حته الفنانه دي خالص، وتعالى بقى نقعد نتكلم مع بعض كده ونشوف الموضوع ده. الحاجه اللي تخصك. طب والحاجات اللي ما تخصكيش بقى ما بتكلمش فيها. طب لا ازاي؟ انت هاجمتي واما؟ ما هاجمتش واما. لا تفهمينا. البوست على فكره لو قريتيه انا واما كلهم بكل افراد الفريق فنانين انا بحترمهم جدا واصحابي على فكره على المستوى الشخصي. ولكن انا عاتبتهم شويه. كان ليا عتب عليهم. لان انا شايفه ان الترند ده مش هقدر اقول اسمه، لان انا بشوفه ان هو خادش للحياه لحد ما، مش ترند ظريف. واحنا فنانين وخصوصا واما، انا بالنسبه لي دول قدوه. انا طلعت على اغانيهم وحافظه اغانيهم من وانا صغيره. فلما الاقيهم طالعين بيعملوا ترند مش حلو، ما من باب الهزار. حتى لو من باب الهزار، انتوا فنانين اتحسبت عليكم. فاهمه قصدي؟ فعاتبتهم بس من باب العتاب. قلت لهم انا بحبكم جدا وزعلانه، وعلى قد حب ليكم زعلانه منكم قوي من انكم بروزتوا حاجه مش حلوه انها تتبروز، في حين ان احنا مفروض نكون بنحارب الحاجات دي على قد ما نقدر، مش بالهجوم، لا بالاعمال الكويسه، بالاعمال الفنيه اللي بجد. شريف، انت بتتابع الترندات وبتحب تشارك فيها ولا لا؟ لا انا لا. نفسي احيانا ممكن اشارك في ترند لطيف على التيك توك، مفيش مشكله هو مناسب لي. لا التيك توك اوريدي انا مش الابلكيشن عامه. ما ينفعش تهزر عموما يعني. لا انا ماليش قوي في الحاجات دي، ما احبهاش يعني. شخصيتي منطويه شويه في القصه دي. ضد كله؟ لا مش ضد كله. تختاري لو حاجه مناسبه. الحاجات المناسبه والحاجات اللي ينفع يشوفها كل الناس. طفل صغير وحد كبير، ام لكن ما عملش حاجة تضايق حد بيشوفني أو بيسمعني.